والنهارده تم تشييع جثمان البطل محمد عبد السلام العباسي، وهو الشهير بمحمد افندي العباسي، اول من رفع العلم المصري على خط بارليف، ده طبعا في حرب 73. العباسي اتولد في مدينه القرين في محافظه الشرقيه، وهي المدينه الباسله اللي قاوم اهلها المعسكرات الانجليزيه، وبعد كده التحق بكتاب القريه، وبعد كده حصل على الشهادتين الابتدائيه والاعداديه من المحافظه، بعدها توقف عن الدراسه والتحق بتجاره والزراعه، وبعد كده التحق بتجنيد اثناء حرب اكتوبر. لما جت ساعه الصفر وعبور قناه السويس، كان في صفوف المتقدمين نحو دشمه حصينه بخط بارليف. والحقيقه انه ما اهتمش بالالغام ولا بالاسلاك الشائكه، واعتقد انه مفيش حد في جيشنا المصري بيهتم بهذه الاشياء يعني، واما باطلاق النار على جنود حراسه الدشمه الاسرائيليه. وفي نفس الوقت كانت المدفعيه المصريه بتطلق قذائفها بطول خط القناه، وهو قام بانزال العلم الاسرائيلي ورفع العلم المصري فوق اول نقطه مصريه تم تحريرها. طبعا كل التحية يعني الراحل العظيم، والكل شاركوا في حروب المصريين ولغاية النهاردة، كل التحية وكل الإعزاز وبقواتنا المسلحة المصرية ولمحمد أفندي العباسي.